نعم نؤمن. الله معكم أخوتي الأحباء. أحد المفكرين الفرنسيين جون غيتون بيقول: الإنسان الذكي هو الإنسان الذي يؤمن، لأن الإيمان بيعطي معنى للحياة اللي عم نعيشها. ويسوع المسيح بإنجيل لوقا بيقول: إذا أتى ابن الله إلى هذه الأرض هل يجد إيماناً؟ هيدا الشيء بيدعينا أخذ الأحباء لحتى نفكر بطبيعة إيماننا المسيحي، بيدعينا لحتى نفكر ما هو الإيمان. هل الإيمان هو تحصيل حاصل؟ إنه أنا إذا بشارك بالقداس أو بشارك بالصلوات يعني عم عيش الإيمان؟ شو هن الصعوبات يلي بيواجهوا الإيمان المسيحي؟ كيف بقدر بتخطاهن؟ كمان القديس يعقوب برسالته الثانية بيقول: الإيمان من دون أعمال هو ميت. ما هي ثمرة الإيمان يلي منقوم فيها؟ ما هي الأعمال؟ هل الأعمال بيأثر على طريقة تفكيري، على الخيارات يلي بقوم فيها، على نمط حياتي؟